بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، انطلاقة جديدة بشعارات جديدة هنا تشارك في شوطنا الثاني عشر ضمن أشواطنا لهذا الصباح. هنا الحول المحليات الأصايل تنطلق في آخر أشواطها في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع الرابع ضمن انطلاقات الوثبة لموسمها الجديد 2011. نسير على بركة الله في هذه الانطلاقة مع مياسة أول المنطلقات. مياسة منصور بن خليفة الخيلي يتواجد في مقدمة الشوط المركز الثاني، مرضية على ثاني المراكز. محمد بن عبيد بن عيد المنصوري المركز الثالث الدرعية. حمد بن مبخوت بن يعيل المنهالي ثالثا. المركز الرابع العفريت السبع بن عبد الله اليحافي مع رابع المراكز. خامس المراكز الشهنية وسيف بن محمد بن زايد الخيارين يتواجد في هذه اللحظة خامسا، شعارة على ظهر الشهنية بتواجد المضمر جابر بن جفين المري. المركز السادس تنطلق مطيلة على ثالث على سادس المراكز، على سادس المراكز مدونة عندي مطيلة محمد بن لويع الخيلي على سادس المراكز. المركز السابع في هذه اللحظة مثيرة، سهيل بن سالم الخيلي. المركز الثامن في هذه الانطلاقة الدوحة أحمد بن محمد بالعضيلي العامري. المركز الشعار بالعضيلي مدون الدوحة. عموما سما العين على ثامن المراكز أحمد بن محمد بالعضيلي العامري، وتاسع المراكز تنطلق في هذه اللحظة الشهنية أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وعاشرا تحمل الرقم عشرة في هذه الانطلاقة المسك سلطان بن خليفة بن زاهر الخيلي. هذه الأسماء المشاركة في هذه الانطلاقة في شوطنا ما قبل الختام، ما قبل الوداع، قبل هذه الانطلاقة وقبل ختام هذه الأشواط الصباحية. نلتقي معكم على الخير والبركة إن شاء الله في السباق القادم بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى، في انطلاقات جديدة تتميز بها الوثبة ومفاجآت جديدة يتميز فيها ميدان الوثبة عاصمة الميادين في هذه الانطلاقات الخاصة بهذه الرياضة العربية الأصيلة. الكل يعد العدة لانطلاقة كأس الخليج المصاحب لانطلاقات الأول من شهر 12 لعام 2011 هنا في عاصمة الميادين. الكل يستعد، الكل يحاول أن يضع البصمة وأن يسجل النقطة الذهبية في هذه الدورة الجديدة المنطلقة هنا من عاصمة الميادين الوثبة. إذا نعود إلى مجريات هذا الشوط، نذكر بأفضل توقيت سجل مع هملولة محمد بن فرج بداية الظاهري 9 دقائق ثانية 4 أجزاء من الثانية. التوقيت الأفضل في هذا الصباح نعود إلى من تحمل الرقم 9 المنطلقة مياسة. منصور بن خليفة الخيلي يسيطر، ينطلق مع مياسة بهذا الشعار السماوي، الشعار الجميل المشارك، يبحث عن الفوز، يبحث عن تسجيل الهدف والنقطة المتميزة. جميع المشاركين يسعون لنيلها مع خط النهاية ومعانقة الناموس. المركز عفريت السبع بن عبد الله اليحافي ينطلق، أهالي السلطنة يشاركون من هناك قادمين للمشاركة في عاصمة الميادين بتظاهرة جميلة لأبناء السلطنة في هذا الميدان. المركز الثالث، المركز الثالث مرضية تحاول إرضاء مالكها محمد بن عبيد بن عيد المنصوري بنقل شعاره إلى خط النهاية لتعلن الفوز بهذا الشعار. محمد بن عبيد بن عيد المنصوري يشارك مع مرضية في هذا الشوط. المركز الرابع الدرعية حمد بن مبخوت بن يعيل المنهالي رابعا. المركز الخامس، المركز الخامس
الهائلة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري هنا يشارك وينطلق مع خامس المراكز. المركز السادس تنطلق الشهنية سيف بن محمد بن زايد الخيارين. سابع المراكز تنطلق الشهنية أيضا أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. المركز الثامن من هناك شعار بالعضيلي سما العين أحمد بن محمد بالعضيلي العامري يشكل مع هذا الاسم مع هذا الشعار شعار العين وشعار قادم لانطلاقة موفقة لهذا الشعار. أتمنى لك التوفيق يا بالعضيلي، أتمنى لك التوفيق دائما وجميع المشاركين. المركز الثامن تنطلق المسك سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي. المركز التاسع في هذه اللحظة انطلاقة متميزة هنا المركز التاسع هنا في هذه اللحظة من تحمل الرقم 19 وعاشر المراكز الشهنية أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. إذن هذه الأسماء الكيلومتر الأخير أهالي السلطنة يشاركون ينطلقون يحاولون في هذه اللحظة الانتزاع النقطة الذهبية المنطلقة هنا والباقية مع خط النهاية. تنتظر هناك كلمة الناموس، تنتظر الفائز بالمركز الأول بصوت محدثكم مطلق العنزية، تنتظر كلمة الناموس هنا الانطلاقة. ولكن الله مرضية قادمة، مرضية قادمة يا اليحافي، مرضية قادمة وسمى العين. والهايل عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري ينطلق والخيارين ينطلق، ولكن العفريت 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 الخمسمائة متر الأخيرة تسير بكل ثقة هنا بشعار السبع من عبد الله اليحافي. دير بالك من سمى العين، ديروا بالكم من سمى العين، سمى العين قادمة، سمى العين قادمة هنا هنا. أحمد بن محمد بن العضيلي يسير يسير بكل ثقة هنا بكل ثقة، ما هناك أي أوامر على سمى العين، بكل ثقة أحمد بن محمد بن العضيلي العامري. يا سلام اليحافي على المقدمة، الجحافي هنا السبع من عبد الله اليحافي ينطلق، ولكن سمى العين تحاول تحاول تحاول. الله يا بن العضيلي، الله 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 الله، الأمتار الأخير المطر الأخير يخطف النقطة الذهبية. يا سلام، ولكن أخذها اليحافي، العفريت مع السبع من عبد الله اليحافي ينتزع النقطة الذهبية لتسجل وتضاف إلى رصيده هنا، وتنقل السلامات إلى أهالي السلطنة وإلى ميدان الأبيض هناك بالسلطنة. تهانينا والناموس للسبع من عبد الله اليحافي على فوز العفريت مع خط النهاية، مع خط النهاية لتنتزع النقطة الذهبية في هذا الشوط. تهانينا والناموس، هذه اللقطة الجميلة لهذا الثنائي الجميل وهذا الشعارات الكبيرة. 9 دقائق 52 ثانية وفاء وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت العفريت. تهانينا للسبع بن عبد الله اليحافي على هذا الفوز. المركز الثاني أدت الأداء المطلوب، ولكن التوفيق بيد الله. 9 دقائق 52 ثانية جزئين من الثانية هو توقيت سمى العين أحمد بن محمد بن العضيلي العامري. المركز الثالث